مشينا المسيرة ونزلنا على المنطقة القريبة من النبعة. طلبوا الجيش منا كان يحكي بالعبري، ما فهمناش إيش كان يحكي، حكينا له ترجم بالعربي. بعدها إجا شخص فلسطيني ترجم لنا إنه بيحكي إنه هاي منطقة عسكرية مغلقة ولازم تروحوا. فلما إحنا رحنا وطلعنا على الجبل إجوا جنود تانيين اعتقلونا، بس كانوا كثير يعني الكلبشات شدوه مع إيدينا، كان كل الوقت إحنا مغمضات عينينا. نقلونا على معسكر كنا برا وصار المغرب وكانت برد، رجعوا نقلونا على معسكر تاني برضو كان برد. وصلنا التحقيق كانت 11:30. كل هذا الوقت يعني كان متعب، بس لما نقلونا من المعسكر الأول اللي هون على المعسكر الثاني كان كل الوقت يصرخ إنه تحكوش مع بعض وهيك. من المعسكر هذاك لبنيامين للتحقيق، وبعدها للرملة، وبعدين لهشرون كان بسيارة عادية، اثنين جنود مش جيب. بدي أحكي إنه لما وصلنا هشرون فتشونا تفتيش كتير سيء، فتشونا تفتيش عارف مع إنه رفضنا، بس المجند بلش تصيح إنه بنادي على المجندين فتشوكو. وحطونا أول يوم بغرفة كلها كاميرات، ثاني يوم طبعا كاميرات يعني لا قدرت أشلح المنديل ولا نتحرك بحريتنا بغرفة. ثاني يوم قررنا أنا ورانا إنه نرجع وجبة الأكل. لما أجل للسهرية بحكي لهم إنه إحنا بنرفض وجودنا بهاي الغرفة ورايحين نرجع الأكل، والوجبة الجاي يجيبوهاش لأنه إذا جبتوها هنكلم في وجوهكم. فلما نحس إنه إحنا كثير جيدين غيرونا الغرفة، وانصدمت إنه في ثلاث غرف تانية كانت جنبنا فاضية، بس هو نوع من العقاب. المظاهرات في النبي صالح هي عم بتحافظ على حالة، بس هي مش قوية بالشكل اللازم اللي كانت فيه في البداية. وهذا إشي يعني لازم ينشغل عليه إنه هاي المناطق كلها إنه تتفعل ونزيد مناطق كمان أكثر. التغيير مش سهل، بس أنا بعتقد إنه من الأشياء اللي عم تصير والتحرك الدولي على الموضوع، وبالذات بعد الثورات هاي اللي صارت وإنه هاي مقاومة شعبية غير مسلحة عم تأخذ صدى كبير، وإسرائيل كثير خايفة منه عشان هي بتقمع فيه بشكل جنوني. فهذا إشي بدل إنه أكيد إحنا ماشيين بالطريق الصح، وأكيد راح يكون في وقت بعدين في إشي راح يكون.